طيب بالنسبة لزمايلنا، بالنسبة لزمايلنا اللي بيحضروا بيسمعوا المحاضرة يعني في التسجيل أو في الابليكيشن، المحاضرة النهاردة مش هتاخد 5 دقايق بالظبط، لأن البنكرياس أما حركت تتزنق قوي ماسكت باي جازز المحاضرة خلصت، وحضرتك خلصت وريحت نفسك وريحت الناس اللي حواليك ولا سمعت المحاضرة ولا حاجة، اقفل الابليكيشن أو اقفل التسجيل، الموضوع خلص. تمام؟ تعالى بقى نتكلم للناس اللي عايزه تسمع علم والناس اللي عايزه تستمتع، تعالى نتكلم ونستمتع مع بعض. محاضره النهارده من المحاضرات اللي انا بحب استمتع بيها، انا شخصيا بستمتع بيها وباخدها كده باستمتاع، فانت ما تضغطش على نفسك، اسمعها وانت بتستمتع. يلا نبدا بسم الله. بص يا سيدي، المحاضرتين الجايين اللي هما البنكرياس والسبلين، عشان احفظك اطلعك حافظ المحاضره، قسمناها كالاتي: A B C D E F. تمام كده؟ A B C D E F. طيب بمعنى أصح إن حضرتك هتفتكر حروف اللغة الإنجليزية بالترتيب، وبالتالي هتفتكر المحاضرة في الترتيب. طيب عشان لما تيجي تراجعها مع نفسك كده الموضوع يبقى بسيط معاك. إيه أناتومي؟ إيه أناتومي؟ لازم تبقى عارف الأناتومي قوي بتاع البنكرياس. هو إحنا أصلاً بنشوف البنكرياس يا دكتور للأسف، هو اصلا في اناتومي يا دكتور؟ ده احنا بنشوفه بنحمد ربنا، بنبص ايدينا وشه وضهره. انت هتقول لنا اناتومي؟ ده احنا هنتكلم في الاناتومي ده شويتين. هنتكلم في الاناتومي ده شويتين. طيب بي بلانت تروما، او بلاش كلمه بلانت تروما، التروما بصفه عامه سواء ستاب او بلانت او اي حاجه. عيان اتخبط. هو العيان ممكن يتخبط في بنكرياسه؟ العيان ممكن يتخبط في بنكرياسه ولا مش ممكن؟ في احتمال يتخبط في البنكرياس بتاعه؟ مين اكتر عيان ممكن يتخبط في البنكرياس بتاعه؟ مين اكتر عيان تتوقع ممكن يتخبط في البنكرياس بتاعه؟ حد يتوقع كده اي توقع؟ مين العيان ممكن يحصل له؟ الاطفال. ايوه ممتاز، فاديه كتبتها، فاديه كتبتها. الاطفال، والاهم من الاطفال الناس اللي بيسوق عربيه. بيسوق عربيه بالظبط يا شيماء، الناس اللي بتسوق عربيه. طبعا مين سواقتهم احسن، الرجاله ولا الستات؟ مين عندهم السواقه احسن، الرجاله ولا الستات؟ مين سواقتهم احسن؟ طبعا احنا بما اننا طبعا لازم كلنا بكلمه واحده قولا واحدا الف ميل، اي حاجه دلوقتي نقول الستات، بلاش نقول الرجاله. الستات احنا في موسم قتل الازواج، فواضح كده ان الموضوع مرعب. وبعدين مصر اخر 3 ميداليات في الاولمبيات، 3 ميداليات في العاب قتاليه، الثلاثة ستات ما شاء الله، كاراتيه ومش عارف وتايكوندو، فما شاء الله واضح ان الستات يعني مركزين في كل حاجة حتى الألعاب القتالية. فيعني يعني هو يعني بيقولوا، في ناس بتقول ان في ناس بتقول ان الرجالة سوقتها أحسن، ما الناس دعوة دول ناس وحشين، لكن احنا هنا في الكورس بنقول الستات سوقتها أحسن، لكن يعني خلينا نقول المجتمع بيقول الستات سوقتهم أوحش شوية، فبالتالي بيحصل عندهم الحوادث دي اكتر شويه. يعني انت ما تجيلك واحده ست في حادثه كده عربيه، ركز ان هي ممكن تكون يعني ايه اتخبطت، بس دي الناس الوحشه اللي بتقول كده. طيب سي، هنتكلم عن الكونجينيتال انوماليز. هنتكلم عن الكونجينيتال انوماليز، هو البنكرياس يا صلاه النبي يا صلاه النبي كمان بيجي فيه كونجينيتال انوماليز، واحنا اصلا بنشوفه عشان نشوف اناتومي عشان نشوف كونجينيتال انوماليز؟ الموضوع كده وسع قوي قوي قوي، الموضوع كده ما بقاش يعني ايه سهل. دي في البنكرياس، في السبلين هنتكلم على الدوبلر، بلاش على السبلين دلوقتي، في البنكرياس بنتكلم على الدايلاتيشن للبنكرياتيك داكت. في حاجه اسمها بنكرياتيك داكت، البنكرياتيك داكت بيحصل فيها دايلاتيشن، لازم لما تشوفه تعرف تتصرف معاه ازاي، وامتى اقول دايلاتيشن وامتى اقول لا. فدي كمان نقطه مهمه في المحاضره. اي لو شفت بنكرياس كبير على طول بلا شك بتفكر في اهم حاجه البنكرياتايتس. اف الفوكال ليجن، اني فوكال ليجن انكلودنج كالسيوم سيست سوليد ايا كان فوكال ليجن. يبقى تاني ايه، هنتكلم عن الاناتومي، بي هنتكلم عن البلانت تروما، سي على الكونجنتال انوماليز، دي على الدايلاتيشن للبنكرياتيك داكت، اي على الانلارجد بنكرياس او بنكرياتايتس، اف على الفوكال ليجن. مهم جدا اسالكم، حد حفظ الحاجات دي؟ حد حفظ المحاضره النهارده الفريم بتاعها عامل ازاي؟
حد حفظ. يعني لو قلنا ايه يبقى ايه هو ال، ايه هو ايه اناتومي صح كده. بي هنتكلم على، بي هنتكلم على تروما بلانت تروما. سي هنتكلم على الكونجنتال انوماليز اللي بتيجي في البنكرياس. دي هنتكلم على الدايلاتيشن للبنكرياتيك داكت. ممتاز. اي هنتكلم على، اي هنتكلم على الانلارجد بنكرياس. ممتاز ممتازين اكسلنت. اف هنتكلم على الفوكال ليجن سواء كالسيوم سيستيك سوليد انكل. يبقى كده دي الفريم بتاع المحاضره بتاعتنا النهارده. يبقى خلينا نمشي واحده واحده ونبدا باول واحده فيهم اللي هي الاناتومي. الاناتومي طيب بص كده، تعالى نتفرج على الاناتومي مع بعض. هو البنكرياس مكانه فين؟ في الرايت سايد ولا في الليفت سايد ولا في الميد لاين؟ ابر ميد لاين، ميدل ميد لاين، لور ميد لاين؟ فين بالظبط البنكرياس مكانه؟ البنكرياس بتاعنا ابر ميد لاين في الايبيجاستريوم صح كده؟ تعال نشوف هيقولوا ايه في الفيديو ده. تعال نشوف البنكرياس مكانه فين وهيقولوا ايه في الفيديو ده، ونركز على شويه حاجات كده في الفيديو. دي الاستومك وده البنكرياس. لاحظ كده، دي اول ملاحظه خالص من اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، ان البنكرياس، بص بقى وركز معايا، البنكرياس جزء منه ورا الاستومك وجزء منه نايم في حضن الديودينم. ده الديودينم اللي هو سي شيب، ده سي شيب، ده الديودينم، وده الهيد اوف بنكرياس بيحوطها، ودي الاستومك وده البنكرياتيك بادي وتيل وراه. يبقى معلومات كده بدأنا ناخدها من اول سلايد على طول. اول معلومه ان البنكرياس كوما شيب، كانك بترسم علامه الكوما كده، كوما شيب. الحاجه الثانيه ان في سي شيب، ده اللي هو مين يا شباب؟ مين السي شيب ده؟ مين السي شيب ده؟ الديودينم. ومين اللي محاوطه البنكرياس من بره دي؟ مين اللي محاوطه البنكرياس من بره خالص دي؟ الاستومك. حلو قوي. يبقى انا لو عايز اشوف البنكرياس حلو ممكن اخلي العيان يعمل ايه؟ لو عايز اشوف البنكرياس حلو ممكن اخلي العيان يعمل ايه؟ ممتاز ممتاز. اخليه يشرب ميه صح كده؟ اخلي العيان يشرب ميه، اقول له اشرب شويه ميه تملالي الاستومك، تملالي الاستومك ميه خالص، وتعمل لي اكوستيك ويندو اقدر اشوف منه البنكرياس كويس صح كده؟ طيب ماشي نكمل الفيديو بتاعنا. ادي البنكرياس كوما شيب، متكون من الحته اللي فوق خالص اسمها انسولين بروسيس، بعدين هيد، بعدين نك صغيره، بعدين بادي، بعدين تيل. يبقى البنكرياس مكون من كام حته؟ تاني البنكرياس مكون من كام حته؟ لا بصوا كده تاني، انسولين بروسيس ادي واحد، هيد اثنين، نك ثلاثه، بادي اربعه، تيل خمسه. يبقى البنكرياس مكون من خمس حتت. تاني البنكرياس مكون من خمس حتت، انسولين بروسيس، هيد، نيك، بادي، تيل. تمام، خمس حتت للبنكرياس. طبعا بنقول العيان لا يشرب ولا ياكل ولا يعمل اي حاجه عشان ما يبقاش البول مليان جازس. تمام، فنقلل كده وممكن نشرب العيان ميه بس نشوف الموضوع. حلو، ادي العيان اهو نايم، وادي. حلو شغل الجرافيك ده بيتهيألي صح؟ حلو لطيف، عاجبنا، احنا نستمتع احنا بالحاجات دي. وادي الاستومك، ادي العيان. تمام، هنشتغل بالابدومينال بروب عادي خالص. تمام، ونحطه ترانسفيرس عشان ما حدش يقول لي بحط البروبز بتاعي ازاي. ترانسفيرس في الميد لاين، ترانسفيرس في الميد لاين عند الابيجاستريم كده. تمام، حلو قوي. واضغط سنه بسيطه، ضغطتك هتمشي الاير بتاعت الجنس. نبدا نشوف كده، خليك معايا واحده واحده وقول لي رايك دلوقتي. دلوقتي فين هو البنكرياس في الليله دي كلها؟ البنكرياس اللي هرسمه بالاصفر ده،
البنكرياس اللي هرسمه بالاصفر ده، الكوما شيب اللي قلنا عليه من شويه، هو ده البنكرياس. تعالى كده نراجع الصوره مع بعض واحده واحده. مين البتاع البيضه قوي دي اللي عامله شادو وراها لونه اسود؟ مين دي؟ مين دي؟ السباين، صح كده؟ او الفيرتبرا. حلو قوي. مين الاستراكشر اللي نايمين عليها ده، اللي واحد بالاحمر وواحد بالازرق؟ مين دول؟ مين دول؟ الاورتا ومراته اللي هي الاي في سي. حلو قوي. مين الفيزل اللي في مثلث لونه ابيض ده؟ مين الفيزلز اللي في فيزل اللي في مثلث لونه ابيض ده؟ ممتاز، السويريو ميزنتريك ارتري. حلو. وانس انك جبت السويريو ميزنتريك ارتري والاورتا والاي في سي والفرتبرا، هتلاقي واحد ماشي بقى بالطول مش بالعرض. حد عارف مين ده؟ حد عارف مين ده؟ ده السبلينك فين. انا عندي هنا السبلين، عندي هنا السبلين، مطلع منه سبلينك فين، مطلع منه سبلينك فين، هو اللي ماشي ده، هو اللي ماشي ده. طيب السبلينك فين الصغير ده مره واحده جه كبر هنا. حد عارف كبر هنا ليه؟ حد عارف هنا كبر ليه؟ ايوه، ممتاز. عشان انا عندي قاعده كده لازم ابقى عارفها، ان السبلينك فين بيقابل السوبيريور ميزنتريك فين ويكونوا البورتال، يكونوا البورتال فين، قلناها في محاضره الليفر دوبلر، بورتال فين. فلحظه التقائهم دي الموضوع بيوسع شويه ويعمل لي حاجه اسمها بورتال كونفلنس. هو ده. الكلام ده مهم يا دكتور؟ مهم. ليه؟ لان بيحدد لي شويه حاجات. اول ما حضرتك تشوف البورتال كونفلنس، مين اللي تحتها اللي عامله زي المنقار دي، اول حته من البنكرياس؟ مين اللي تحتها اللي عامله زي المنقار كده، اول حته في البنكرياس؟ ممتاز، الانسون البروسيس. معلش تعالوا نشوفها مع بعض تاني، تعالوا نشوفها مع بعض تاني في الاول عشان نفتكر كده. بص كده، البنكرياس اهو عامل كوما شيب، كوما شيب اهو زي الصوره اللي كنا جايبينها من شويه، كوما شيب. انا قلت لك الحته الاولانيه اللي زي المنقار دي مين؟ قلت لي الانسون البروسيس. تعالوا نشوفها تاني كده اهي، اللي هو بيرسمها لك دلوقتي دي. المنقار ده هو الانسون البروسيس، هو ده اللي انا عملته بالاصفر ده. حلو، تعال نرجع ورا تاني ونشوف قصتنا. اهو هو المنقار ده، هو المنقار ده، ده الانسون بروسيس. يبقى انا بعمل ايه؟ ركز بقى معايا عشان احنا هنبدا كمان مش بس نجيب الاناتومي بتاع البنكرياس، احنا كمان هنقعد نقسم. ماشي، كمان هنقعد نقسم فيه. تعالى كده نشوف نقسم فيه مع بعض تاني. مين يا جماعه اللي انا برسمها بالازرق دي في الحته دي؟ مين اللي برسمه بالازرق في الحته دي؟ مين اللي برسمه بالازرق؟ البورتال كونفلنس، ممتاز. مين المنقار الاصفر اللي تحته؟ مين المنقار الاصفر اللي تحته؟ الانسون بروسيس. طيب مين الجزء اللي جنبه سايد باي سايد؟ رأيك ده انهي جزء؟ الهيد، ممتاز. مين الجزء اللي فوقه اللي بعد الهيد، اللي هي ال النك وبعدين البادي والتيل؟ نقولها تاني، انسول بروسيس تحته، هيد جنبه، نك فوقه، بعدين بادي وتيل. سهله تقسيمه البنكرياس ولا صعبه؟ حضرتك بتجيب الهبات الكونفلنس ومن هنا بتبدا تقسم اللي انت عايزه، بتبدا تقسم اللي انت عايزه. ادي اي في سي، ادي اورتا، ادي ليفر، ادي سبلينك فين. كل ده ما يهمنيش، انا همسك، اروح امسك الكونفلنس او اللي تحته انسن بروسيس، اللي جنبه الهيد، نيك، بعدين بادي وتيل. مفهومه ولا فيها حاجه صعبه؟ تعال نبدا نشوفها واحده واحده تاني، واحده واحده تاني، ولا تزهق نفسك، ولا تزهق نفسك، هنمشي لغايه ما تحفظها تمام. ادي البنكرياس الكوما شيب، الكوما شيب، ادي البنكرياس. طيب هنا لقيت عندي، هنا لقيت عندي فين جاي من عند السبلين اهو، فين اهو بيقابل فين تاني اهو، السوبيريو ميزنتريك فين، بيعملوا لي بورتال.
معايا بقى الحته اللي تحت اسمها ايه؟ تحت الكونفرنس اسمها ايه؟ اللي تحت الكونفرنس اسمها انسون بروسيس، اللي جنبها الهيد، اللي فوقيها النك، بعدين بادي وتيل، بعدين بادي وتيل، تاني قدام البنكرياس في الاستومك اللي ممكن املاها ووتر عشان تعمل لي اكوستيك ويندو. البنكرياس في سي شيب بينام فيه، في سي شيب بينام فيه اسمه الديودينم، ملحوظه لاقصى درجه لازم تفهمها. الديودينم داخل البنكرياس ولا خارج البنكرياس؟ الديودينم داخل البنكرياس ولا خارج البنكرياس؟ outside الديودينم، outside البنكرياس، نقطه غايه في الاهميه. الديودينم outside البنكرياتيك هيد، outside بنكرياتيك هيد. طيب ممتاز، تعال نشوف تاني. يلا هرسم لك وقول لي، هرسم لك وقول لي. لو انا قلت لك الحته دي سبيشال تبقى مين؟ الحته دي سبيشال اللي سايد باي سايد مع البورتال كونفرنس دي تبقى مين؟ ايه رايك؟ ايه راي حضرتك؟ مين رايك بعد راي حضرتك؟ ده الهيد. حلو. واللي بالاصفر اللي تحت الكونفرنس دي اللي عامله منقار دي مين يا شباب؟ مين؟ انسر بروسيس. بعدين نرسم حته صغيره كده بالاخضر فوق الكونفرنس، تبقى دي مين اللي بالاخضر دي مين؟ النك. وبعدين بقيه الجسم اللي هو بالاحمر ده البادي والتيل، مش عايزك تفرقهم من بعض، مش عايزك تفرقهم من بعض، مش فارقه معاك. وضحت الصوره كده ولا حد مش فاهم اي حاجه؟ في حد مش فاهم اي حاجه؟ في حد الموضوع بالنسبه له صعب؟ حد الموضوع بالنسبه له صعب؟ طيب حلو قوي، حلو قوي. تعال نشوف تاني المنظر ده، عايزك تشوف وتبقى متاكد من الحته اللي قلت لك عليها دايما احفظها. سبلينك فين جاي نايم تحت البنكرياس، وبعدين سوري ميزنتريك فين عملوا لي كونفرنس تجميع كده، وبقى عندي انسن بروسيس هيد نيك وبعدين بادي وتيل، ليهم علاقه بالسبلينك فين، ليهم علاقه بالسبلينك فين. تعال نمشي واحدة واحدة كده، بس يعني عايز أراجع معاك سنة واحدة بس. أنا هنا قلت لك على فين بيمشي بالعرض كده وبيمشي تحت البنكرياس، فاكر الفين ده مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تاني كده، فاكر الفين ده مين اللي بيمشي بالعرض كده تحت البنكرياس؟ ده السبلينك فين. طيب ولو في فين طالع من الكدني وبيمشي بالعرض برضه يبقى مين؟ يبقى مين؟ رينال فين. يبقى عندي في حاجتين هنا بيمشوا بالعرض، في حاجتين بيمشوا بالعرض، السبلينك فين رايح للاي في سي، هنا الاي في سي، فالسبلينك فين رايح له، لا هو مش رايح للاي في سي، هو رايح للسويريو ميزنتريك عشان يعملوا بورتر، رايح للسويريو ميزنتريك عشان يعملوا بورتر، وفي الرينال فين رايح للاي في سي، في رينال فين. المهم ان الاثنين ماشيين ورا بعض وتحت بعض بالعرض. حلو قوي، حلو قوي، مهم جدا عندي انك تعرف النقطه دي. بمعنى في حالة زي دي، حالة زي دي لو أنا رسمت الكدني تحت البنكرياس هنا تحت السبلين زي ما حضرتك بتشوفها، وأدي السبلينك فين ماشي بالعرض، يبقى الرينال فين ماشي زيه بالعرض برضه. طب حلو، ليه يا دكتور عمرو حضرتك بتقول لنا النقطة دي؟ تعلفت رينال فين؟ تعالى بقى ونشوف غاية أهميتها فين. بص هنا هرسم لك كده وقول لي مين اللي تحت خالص ده؟ مين اللي تحت خالص ده؟ الفرتبرا. حلو كده، مين اللي نايم عليه؟ دايره نايم عليه. مين الدايره اللي نايم عليه؟ الاورطه. مين الدايره اللي نايمه في المثلث الابيض؟ مين الدايره اللي نايمه في المثلث الابيض؟ السوبيريو ميزنتريك ارتري. مين الفين اللي ماشي بالعرض الاصفر ده؟ مين الاصفر ده اللي ماشي بالعرض؟ السبلينك فين. طب لو لقيت واحد تاني ماشي بالعرض هنا يبقى ده مين؟ مين اللي ماشي بالعرض ده؟ اللي رايح للاي في سي، الليفت رينال فين. يبقى معلش ممكن حضرتك تحفظ معايا ان انا عندي كده لعبه بسميها دايره خط دايره خط، ممكن تحفظ معايا اللعبه دي؟
دايره خط دايره خط، الدايره الاولانيه الاورطة، الخط الاولاني الرينال فين، الدايره الاولانيه السوبيريو ميزنتريك ارتري، بعدين سبرينيك فين. ممكن تحفظ لي النظام ده، ان الاورطة الاورطة اللي فيها ار بيمشي فوقها الرينال فين اللي فيه ار، والسوبيريور ميزنتريك اللي بالاس بيمشي فوقيه سبلينيك فين بالاس. بقول لك القصه دي لانها غايه في الاهميه. اورطة رينال فين سوبيريور ميزنتريك سبلينيك فين. تمام؟ طيب اتمنى تكون وضحت ان شاء الله. هبص كده ارسمها لك، ارسمها لك. ادي الاورطة، ادي الرينال فين، ادي السبلينيك فين، وادي الكونفلونس، وبعدين البنكرياس. عادي عندي القاعده بتاعتي دايره الاورطة، وبعدين رينال، بعدين سوبيريو ميزنتريك، وبعدين سبلينيك. القاعده دي عايزك تحفظها عشان بعد ما تلاقي الاربعه دول هتلاقي حضرتك البنكرياس، الكوما شيب بتاع البنكرياس. واحدة واحدة. الحتة اللي أنا برسمها لك في البنكرياس دي مين؟ الحتة اللي أنا برسمها لك في البنكرياس دي مين؟ ممتازين، ممتازين. دي الأنسولين بروسيس. واللي أنا برسمها لك بالأبيض دي مين؟ اللي برسمها بالأبيض دي مين؟ دي الهيد، وبعدين فوق الكونفرنس بروسيس النك، وبعدين البادي والتيل. أتمنى يكون الأناتومي واضح معاك وضوح الشمس. هل ساعات ما بشوفش الرينال فين في الحته دي؟ المفروض الرينال فين اشوفها في الحته دي؟ اه ساعات ما بتشوفوش عادي. دايره المفروض كان هنا الرينال فين، بعدين دايره، بعدين سبلينيك فين. بس لازم اشوف السبلينيك فين، لازم اشوف السبلينيك فين عشان اقول ان ده البنكرياس، عشان اقول ان ده البنكرياس. طيب ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع. اظن ان حضرتك كتله بحثا الموضوع. قلت له بحسن اورطة الرينال فين مش باين قوي، سوبيريو ميزنتريك سبلينيك فين باين كويس. يجي هنا سؤال، مين ده يا شباب؟ في واحد كده ماشي بالطول مش بالعرض، مين ده؟ مين اللي ماشي بالطول مش بالعرض ده؟ حد عنده توقع؟ حد عنده توقع يا شباب؟ شباب سامعني؟ ايوه ممتاز يا عماد، ممتاز ممتاز. بص كده ركز معايا. السبلينيك ارتري، السبلينيك ارتري اللي طالع من الاورطة ما بيمشيش عدل زي السبلينيك فين. السبلينيك فين ماشي كده عدل تحت البنكرياس. السبلينيك ارتري مش ماشي عدل، ماشي زجزاج، عمال يطلع وينزل ويطلع وينزل كده لغايه ما يروح السبلين. السبلينيك ارتري بيقعد يمشي زجزاج، ساعات تقطعه تلاقيه طالع بالطول او بالعرض. تاني مفهومه؟ السبلينيك فين ماشي خط مستقيم، حضرتك بتشوفه خط مستقيم. السبلينيك فين حضرتك ماشي خط مستقيم، فحضرتك بتشوفه خط مستقيم زي ده كده. السبلينيك فين. السبلينيك ارتري لعب شويه، لعب شويه، عشان كده عمال يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، يمشي زي الموجه كده. فحضرتك ساعات تشوفه في بعض الاوقات السبلينيك ارتري ماشي زي طالع فوق او داخل تحت، يعني شويه كده المفروض هينزل تاني، بعدين يطلع وينزل لغايه ما يروح لغايه ال ايه؟ السبلين. واضحه كده يا شباب؟ واضحه كده؟ طيب بص كده العيان ده انا عملت ايه عشان البنكرياس يوضح؟ عملت ايه؟ شربته ايه؟ شربته ميه، شربته ميه، فرسمت الاستومك بالبايلورس بتاعها، المفروض الاستومك بقيتها كده، فبدا يوضح لي بوضوح قوي البنكرياس، بدا يوضح لي البنكرياس بوضوح قوي. تمام؟ وتحتيه السبلينيك فين، وعامل الكونفلنس رينال فين رايح في الاي في سي، اورطه سوبيريو ميزنتريك ارتري. الاناتومي ده عايزك تحفظه صم. ليه عايز حضرتك تحفظه صم؟ لان ده اللي هيطلع لك، ده اللي هيطلع لك البنكرياس. في بعض المواقف مش هتعرف تطلع البنكرياس غير بيه، في بعض المواقف مش هتعرف تطلع البنكرياس غير انك تبقى عارف الاناتومي كويس قوي. نقطه كمان يا شباب، نقطه كمان يا شباب، كلمه بنكرياس مسقط بيجازس
نسبتها المفروض ما تزيدش عن 1%، 2%، 3%، 5%. يعني من كل من 100 حالة، كل من 100 حالة هستحمل منك تقول لي حالة ولا اتنين ولا خمسة ما فيهمش بنكرياس، العيان عنده جزز جامدة، العيان مش شايف منه. أكتر من كده لأ، أنت كده مقصر في حق العيان. أنت كده ما شفتش استراكشر اسمه البنكرياس. معلش أنا هسأل حضرتك سؤال كده، يعني ممكن يكون فيه إحراج ليا وريك. هو البنكرياس ده أصلاً استراكشر مهم ولا مش مهم؟ حاجة مهمة يعني، أورجن مهم ولا مش مهم؟ معلش يعني سؤال ممكن يضايقك شوية. أورجن مهم ولا مش مهم؟ طب أهميته كبيرة ولا أهميته قليلة؟ يعني البنكرياس ولا الاسبرين مين أهم؟ طبعا كله خلقة ربنا وكلهم مهمين، بس لو قلت لك لو قلت لك البنكرياس والاسبرين مين أهم؟ طبعا كله نعمة من ربنا وكله طبعا خلقة ربنا وكله ليه أهمية، بس أنا بسألك فرق. طبعا البنكرياس أكتر أهمية. ليه البنكرياس أكتر أهمية؟ لأنه ليه اتنين فانكشنز، حاجة اسمها اندوكراين وحاجة اسمها اكسوكراين. يعني ايه يا دكتور عمرو اندوكراين واكسوكراين؟ تعال نمشي مع بعض ونفكر كده. البنكرياس اللي هو موجود هنا ده ليه وظيفة، ان هو بيرمي شوية عصائر تنزل في الديودينم تساعد في الهضم، شوية عناصر تنزل في الديودينم تساعد في الهضم، وليه وظيفة انه بينزل شوية حاجات في تروح للدم اسمها هرمونز او انسولين مثلا عشان يظبط السكر مثلا. فعندنا ليه وظيفة في الهضم وليه وظيفة في تظبيط السكر. فبالتالي لو عيان مثلا مولود ما عندوش بنكرياس، العيان ده incompatible with life بنسبة كبيرة جدا، مش هكمل عيشة اصلا، ما عندوش حاجة تنظم مستوى الانسولين في جسمه. تمام؟ طيب تاني كده نرجع تاني وتالت ورابع، ان هو مكون من 5 اجزاء: تيل، بادي، نيك، هيد، انسولين بروسس. بص كده كل عينك بتروح على مين اول واحد عشان تقسم السيجمنتس بتاعته؟ تروح على مين؟ على الكونفلونس. ما تحته انسولين بروسس، ما فوقيه نيك، لاترالي هيد، وبعدين بادي وتيل. هو يا دكتور الموضوع مهم قوي كده؟ حضرتك عمال تكرره بقالك نص ساعه. هو الموضوع مهم قوي كده ان اعرف البارس بتاعت البنكرياس؟ غايه في الاهميه انك تعرف لي البارس بتاعت البنكرياس. ليه؟ هقول لك على شويه ديزيز هنشخصها بعد شويه. سوبيريور ميزنتريك فين بيظهر، بس عايز شويه يعني اكسبيرينس شويه. لو مشيت مع الكونفرنس ده مشيت تي اس لتحت ناحيه تحت، اللي هيكمل منه هو السوري ميزنتريك فين. خلينا نمشي واحده واحده. ادي السبلينيك فين عمل الكونفرنس، رينال فين راح للاي في سي، اورتا، سوري ميزنتريك ارت. خلاص جبت دول، نيجي هنا بقى. ده الكونفرنس، يبقى ده الانسن بروسيس، ده الهيد، نيك، بادي، تيل. كده اترسم معايا البنكرياس كويس، كده انا شايفه كويس، كده الموضوع واضح معايا جدا يا دكتور. شكرا. تمام، هنشوفهم مره واثنين وثلاثه. تاني برضو مره واثنين وثلاثه. انسولين بروسيس، هيد، نيك، وبادي وتيل بتاع البنكرياس، اديني الكوماشيب المعروفه. عشان كده بلاش دي. هو ليه مقاسات يا دكتور؟ بس انا بشوف زمايلي في الاسم بيقيسوا البنكرياس. طبعا ليه مقاسات وليه شارت، زيه زي اي اورجن في الجسم ليه مقاسات. بس عشان احفظها لك بسهوله، الهيد بتوصل ل3.5، البادي بيوصل ل2.5،
التيل في الاخر خالص بيوصل لواحد ونص، يعني احسبها كده تقريبا بالتقريب، بس احنا بنتكلم من 3 ل 3 ونص في اقصى اتساع عند الهيد، ماشي، ومن 2 ونص ل 3 في اقصى اتساع عند البادي، وتحت خالص يعني 3. فاحنا كلنا بندور حوالين فلك رقم 3 3 3 ونص مقاس البنكرياس هيد بادي تيل. لو حضرتك لقيت المقاسات دي كبيره، يعني قست هنا لقيته 6 وقست هنا لقيته مثلا 7 وقست هنا لقيته 5، يبقى حضرتك بتفكر في ديزيز واحد فقط اسمه بنقيسه اي بي، بنقيسه اي بي من فوق لتحت، بتفكر في ديزيز واحد فقط اسمه بنكرياتيتس. اول ما تلاقي المقاسات دي كبيره بنفكر في ديزيز واحد فقط اسمه بنكرياتيتس. طيب بنقيس ازاي؟ بنقيس من قدام لورا. انت واقف تي اس زي ما اشتغلنا طول المحاضره، واقف تي اس بتجيب الكوما شيب، بتقيس من قدام لورا، بتقيس من قدام لورا من عند الابدون، من عند جدار البطن من قدام لعند السباين ورا، فبتقيس من قدام لورا. تمام. ليه شرط طبعا اكوردنج للايدج، حاططها لكم في المحاضره، ان لو سن كذا وكذا يبقى المقاس كذا، ومن سن كذا لكذا يبقى المقاس كذا، مش هنعتمد عليها قوي، مش هنعتمد عليها قوي. طيب ناخد نفسنا كده واسالكم سؤال، حد عنده اي حاجه في اللي فات؟ حد عنده اي حاجه في اللي فات؟ حد مفيش في حاجه مش فاهمها؟ طيب خد نفسك لمدة 3 ثواني، خد نفسك لمدة 3 ثواني وقوم وقف واقعد. طيب تعالى كده نتابع مع بعض تاني. بص بقى الحتة دي مهمة، الحتة دي مهمة. البنكرياس عنده حاجة اسمها بنكرياتيك دكت. بنكرياتيك دكت بتعمل ايه؟ البنكرياتيك دكت دي بتاخد العصارة بتاعت البنكرياس تدخلها جوه الديودينم، الاكسوكراين فانكشن، الاكسوكراين فانكشن او الجزء بتاع الهضم بيطلع عن طريق العصارة بتاعت البنكرياس ويفضيها في الديودينم. بس قبل ما تفضي في الديودينم بتلتحم بواحدة ثانية، حد عارف مين؟ بتلتحم بواحدة ثانية قبل ما تفضي في الديودينم، الكومن بايل داكت. يبقى البنكرياتيك داكت بتلتحم مع واحدة تانية اللي اسمها الكومن بايل داكت، والاتنين يتحدوا مع بعض ويفتحوا هنا في الديودينم. طيب حلو قوي يا دكتور، نبدأ واحدة واحدة. هما لما بيفتحوا مع بعض في الديودينم، الحتة اللي بيفتحوا فيها اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ طيب ركز بقى معايا عشان هنلاقي بقى، بص الاسماء كده اتغيرت. بصوا انتوا قلتوا 3 اسماء دلوقتي، امبولا اوف فاتر، سفنكتر اوف اودي، سفنكتر اوف اودي، وميجور بابيلا. قلتوا 3 اسماء والثلاثه صح، والثلاثه صح. ازاي بقى؟ نركز واحده واحده. الفتحه نفسها، الفتحة نفسها اسمها أمبولا أفاتر، الفتحة نفسها اسمها أمبولا أفاتر، دي الفتحة نفسها. البوابة بتاعت الفتحة دي عاملة زي البوابات الكهرباء اللي هي بتفتح وتقفل كده بالكهرباء، البوابات الكبيرة كده لما تبقى رايح جراج كبير أو رايح مكان كبير وفي بوابة بتفتح وتقفل بالكهرباء، أو بوابات بتاعت المول، الحاجة اللي بتقفل وتفتح الكلام ده، ماشي، ده السفنكتر في أودي، ده السفنكتر في اودي. لو واحد داخل بمنظار، بمنظار بيلاقي جزء داخل لجوه كبير كده، لا بيلاقي جزء داخل لجوه كبير قوي، فبيقول لك ان دي الميجور بابيلا، كان في بابلومه. تمام، يبقى عندي الثلاث اسماء اكوردنج لمين شغال. لو انا شغال بمنظار، لو انا شغال بمنظار هسميها ايه؟ ميجور بابيلا، ميجور بابيلا لو انا شغال بالمنظار. لو انا قصدي على الفتحه نفسها اسميها امبولا افاتر.
لو انا قصدي على ان في سفنكتر هنا بيقفل ويفتح، يبقى انا بتكلم على السفنكتر الفقودي. مش مهم، بس انا بس بعرفك قصتها ايه. خش على الجزء المهم بقى دلوقتي. العيان اللي عنده جول بلادر ستون، لو جول بلادر ستون دي فضلت تمشي 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 ووقفت هنا عند الامبولا الفاتر، وقفت هنا الستون، هتقفل مين؟ الكومن بايل داكت ولا البنكرياتيك داكت ولا الاثنين؟ هتقفل الكومن بايل داكت ولا البنكرياتيك داكت ولا الاثنين؟ الاثنين. وتعمل لي مشاكل في البنكرياس، تعمل لي مشاكل في البنكرياس نتيجه انه مش عارف يفرز العصاره بتاعته، تيجي العصاره بتاعته تخرج من هنا ما تعرفش تخرج، وهيعمل لي مشاكل في الكومن بايل داكت انها هتبدا تتسع ويبدا يحصل انترا هيباتيك بيلياري راديكال دايلاتيشن. يبقى لو انا عندي ستون نزلت من جول بلادر ممكن تقفل الاثنين، ممكن تقفل الاثنين. طيب لو الستون بتاعت الجول بلادر وقفت هنا، تاثر على البنكرياتيك داكت ولا لا؟ تاثر ولا لا؟ مش هتاثر، صح كده؟ لان البنكرياتيك داكت هتمشي وتفرز عصارتها عادي وتنزل، انما تعمل لي انترا هيباتيك بيلياري راديكال دايلاتيشن وهتعمل لي كومن بايل داكت دايلاتيشن، لكن ملهاش دعوه بالبنكرياتيك داكت. يبقى لو لقيت بنكرياتيك داكت دايلاتيشن برضو من جزء مهم ابص على الكبد. طيب نقطه كمان مهمه، هي بنكرياتيك داكت مش ممكن يتكون فيها ستون يا دكتور؟ ممكن، بس لو كون فيها ستون هتاثر على الكومن بايل داكت ولا لا؟ هتأثر على الكومن بايل داكت ولا لا؟ برضه لا، العصارة بتاعتها تنزل تفرز كده اهي. العصارة بتاعتها تنزل اهو وتفرز بره. فأكوردنج الستونز بتقفل مين فيهم لازم نبقى عارفين. نعلي تركيزنا شوية كمان. تعرفوا نهر النيل رسمته عاملة ازاي؟ تعرفوا نهر النيل رسمته عاملة ازاي؟ في نهر النيل وبعدين ليه فرعين. فرع اسمه فرع رشيد، وفرع اسمه فرع ايه؟ فرع رشيد وفرع ايه؟ دمياط. فرع دمياط وفرع رشيد، صح كده؟ عشان نهر النيل بيعمل كده، بيجي يمشي يعمل كده. البنكرياتيك داكت دي برضو بتمشي تعمل كده. بنكرياتيك داكت ماشيه 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 ماشيه، وبعدين تلاقيها طلعت فرع تاني كده، فتح في حاجه صغيره سموها ماينور بابيلا بتوع المنظار، وده فتح في حاجه كبيره سموها الميجور بابيلا. فقال لك خلاص يبقى دي اكيد ده الميجور داكت، ودي داكت فرعيه اكسسوري بنكرياتيك داكت، ودي عشان فتحت في الميجور سموها ميجور بنكرياتيك داكت. تمام كده يا شباب؟ يبقى البنكرياتيك داكت لما كانت جايه ماشيه 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 فتحت في الميجور، بس قبل ما تمشي فتحت لي فرع صغير اسمه اكسسوري بنكرياتيك داكت. طيب حلو، تاني دي الحته اللي هي بالتشكيل بقى. ادي كده، ده الجزء كده، ده الامبولا اوف واتر، الفتحه دي نفسها، السفنكتر اللي بيقفل ويفتح الفتحات بتاعتهم اسمه سفنكتر اوف اودي، واللي داخل بمنظار عن طريق الديودينم هشوف دي اسمها الميجور بابيلا. الميجور بابيلا سفنكتر في اودي، الجزء ده، البوابه دي الامبولا اوف واتر، الحته اللي فاتحه دي من الديودينم، دي الامبولا اوف واتر. الميجور بابيلا الحته اللي داخله لجوه دي الميجور بابيلا. تمام كده؟ طيب نبدا بقى الجزء الصعب في المحاضره. كده خلصنا الجزء السهل، كده خلصنا الجزء السهل اللي ما فيهوش كلام كتير. تعال ناخد الجزء الصعب، ركز بقى معايا وتركيزك يعلى لاعلى تركيز دلوقتي، اعلى تركيز دلوقتي. البيبي هو في بطن مامته، الجزء الموف ده الليفر، والجزء الاخضر ده الجول بلادر، والجزء الاصفر ده الهيد اوف بنكرياس، الهيد والانسر بروسيس بتاعت البنكرياس. ركز معايا تاني، ليفر والبلادر الهيد
والانسولين بروسيس بتاعت البنكرياس، وده الجزء بتاع اللي هيكون الديودينم والاستومك، كان عبارة عن تيوبة واحدة، وبقيت البنكرياس كان على الناحية الليفت. يبقى الليفر والجول بلادر وجزء الفنترال بنكرياس أو جزء من البنكرياس كان على الناحية الرايت، وبقيت البنكرياس كان على الناحية الليفت. مع الوقت، مع الوقت ومع البيبي في بطن مامته بدأ يكبر، الليفر والجول بلادر فضلوا على نفس المكان بتاعهم، هنا الليفر وادي الجول بلادر، والحته دي من البنكرياس عدت الناحيه الثانيه وخدت معاها البنكرياتيك داكت، خدت معاها البنكرياتيك داكت، يعني المفروض البنكرياتيك داكت سوري خدت معاها الكومبايل داكت، يعني المفروض الكومبايل داكت كانت تفتح كده من ناحيه اليمين، لا خدتها معاها الناحيه الثانيه. ملناش دعوه، خلينا نفتكر دلوقتي ان في جزء فينترال في البنكرياس عدى من الرايت للليفت بقى هنا. الجزء الفنترال ده هيكون لي الانسولين بروسيس والهيد، والجزء الكبير ده اللي بيسموه دورسال هيكون لي النيك والبادي والتيل. يبقى البنكرياس مكون من كام جزء؟ البنكرياس مكون من كام جزء؟ من اتنين. من اتنين، تمام. نركز تاني ونجمع تاني مع بعض، تعالى نجمع تاني مع بعض، دي اهم حته عشان اتشخص لك انوماليز كمان شويه. انا كان عندي افتراضا ان الاستومك والديودينم في مكانهم الطبيعي في البيبي، ادي فيتس عنده كام يوم، كان الطبيعي عندي ان البنكرياس جزء منه هنا، يعني جزء منه التيل والبادي جزء من النك ويمكن جزء من الهيد كمان، بس خلينا نقول لغايه النك عشان ما نتلخبطش، وجزء منه كان هنا اللي بيكون الهيد والانسولين بروسيس، اللي بيكون الانسولين بروسيس والهيد جزء كان هنا، كان متحد مع الجول بلادر وكان متحد مع الليفر، عمل ايه؟ خد نفسه وراح الناحيه الثانيه عشان يلحم في البنكرياس ويكون لي بقيه البنكرياس. الجزء ده خد نفسه وراح الناحيه الثانيه وشد معاه الكومن بايل داكت، عشان كده تلاقي العيانين ادي الليفر وادي الديودينم، ما تلاقيش الليفر هنا والجول بلادر هنا والبنكرياتيك داكت فاتحه كده في الديودينم، لا كومن بايل داكت جايه كده ومعديه من ورا الاستومك وفاتحه هنا في الديودينم. ليه عامله كده؟ عشان حضرتك عرفت ان هي كانت لحمه الاول هنا في البنكرياس وجت الناحيه الثانيه. نقول تاني وتالت ورابع، الحته دي مهمه عندي ان حضرتك تفهمها قوي، مهمه عندي قوي ان حضرتك تفهمها. بص، الليفر والجول بلادر والبنكرياس جزء منه كان على الناحيه دي وبقيه البنكرياس كان على الناحيه الليفت، بعد شويه الحته دي من البنكرياس راحت بقت هي كمان على الليفت زي دي، راحت بقت هي كمان، بقى البنكرياس مكون من جزئين، جزء فوق وجزء تحت، بس وهي بتعدي من الناحيه الثانيه زقت شدت معاها الجزء الاخضر ده، شدت معاها الجزء الاخضر ده، فبقى بدل ما عندي انا في الطبيعي الليفر والجول بلادر هنا يطلع منهم البنكريات الكومن بايل داكت تفتح هنا في الديودينم، لا عدت كده وراحت كده وفتحت. ليه؟ عشان الجزء ده كان في الامبريولوجي الناحيه الثانيه. حد مش فاهم حد مش فاهم يا شباب؟ طيب تعالى بقى نركز في الجزئين بتوع البنكرياس. الجزئين بتوع البنكرياس كان الجزء ده سموه الفنترال والجزء ده سموه الدورسال، اللي ناحيه الليفت سموه الدورسال واللي ناحيه الرايت سموه الفنترال. الفنترال ده يعني قدام ولا ورا؟ فنترال ده يعني قدام ولا ورا؟ فنترال يعني قدام ولا ورا؟ انتيرور ولا بوستيرور؟ قدام. ودورسال يعني ورا. يبقى انا لو قلت لك مين انتيرور؟ الانسول بروسيس والهيد ولا النيك والبادي والتيل؟ مين فيهم انتيرور؟
مين فيهم انتيريور؟ ايوه ممتاز، الانسر بروسيس والهيد كان انتيريور. مين كان في مكانه الطبيعي من يوم ما اتخلق، من يوم ما اتولد، البادي ولا الانسر بروسيس؟ مين كان في مكانه الطبيعي؟ البادي والتيل كان في مكانهم الطبيعي من ساعه ما بدانا. يبقى لو انا عايز ارسم البنكرياس صح، لو عايز ارسم البنكرياس صح ارسمه من جزئين، جزء خلفي اللي هو التيل والبادي والنك، وجزء امامي اكتر ناحيه الصوره اكتر اللي هو البادي الانسر بروسيس والهيد. طيب حلوه. والبيبي في بطن مامته كان التيل والبادي والنك بيفتحوا بدكت في الديودينم، والهيد والانسر بروسيس بيفتحوا بدكت في الديودينم. كان عندي كام دكت؟ كان عندي كام دكت قبل كده؟ ركز معايا والنبي الله يكرمك، سيب اللي في ايدك ورد عليا. ركز معايا والنبي وسيب اللي في ايدك ورد عليا. كان عندي كام دكت؟ اثنين. تعال نرسم الموضوع بالوان عشان نبقى متخيلين الشكل اكتر. هرسم الديودينم باللون الاسود، ده الديودينم. والدورسال، الجزء الدورسال اللي هو التيل والبادي والنك، هرسمه بالاحمر. والجزء الهيد والانسر بروسيس هرسمه بالازرق. كان عندي دلوقتي تو دكت، واحنا كانت ناحيه الرايت وواحده كانت ناحيه الليفت. مين اللي هتروح لاختها؟ مين اللي هتمشي وتروح لاختها؟ الرايت ولا الليفت؟ الرايت ولا الليفت؟ مين اللي هتمشي تروح لاختها؟ الرايت. بقى عندي الرايت عدت الناحيه الثانيه. خلي بالك ان الرايت دي كان مين اللي لاحم فيها؟ مين اللي كان لاحم فيها؟ الكومن بايل دكت كانت لحمه فيه. قامت راحت الناحيه الثانيه، راحت الناحيه الثانيه. بقى عندي ايه دلوقتي؟ بقى عندي هنا انسر بروسيس وهيد فنترال قدام شويه، وبقى عندي البادي والتيل والنك في مكانهم، وعندي الجول بلادر كومبايل دكت لفت معاها الناحيه الثانيه والتحمت فيها. لفت معاها الناحيه الثانيه واتلحمت فيها، ومبقاش عندي المنظر ده. حد مش فاهم لغايه دلوقتي؟ حد مش فاهم لغايه دلوقتي يا شباب؟ حد مش فاهم؟ حد فاهم طيب؟ حد فاهم طيب؟ بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ ما تيجي ماسك بايجاز وسيبنا من الكلام الفاضي ده كله. ما تيجي ماسك بايجاز ده، الناس طالعه عندها حق. ماسك بايجاز واحسن وبلا كلام فاضي، الموضوع شكله هيبقى كبير. ماسك بايجاز وفكك من الكلام الفاضي ده. خليك معايا ثانيه واحده، بس خليك معايا ثانيه واحده. ثانيه واحده. كده تو دكت بيفتحوا في الديودينم، تو دكت بيفتحوا في الديودينم. واحده فوق وورا اسمها دورسل، واحده انتيرو قدام اسمها فينترال. تمام كده؟ طيب احنا بعد شويه مين بعد شويه؟ ركز كده بقى شويه معايا الله يكرمك. مين اللي تلاقي نفسها لوحدها؟ يعني في اللي تحت الفنترال الكومن بايل دكت والبنكرياتيك دكت فاتحين مع بعض، مين اللي تلاقي نفسها لوحدها؟ اللي فوق، صح كده؟ تلاقي نفسها فاتحه لوحدها فوق. تقوم عامله ايه؟ بتاعت الدورسل، تقوم عامله ايه؟ تقول لك بص بقى بعد اذنك، معلش يعني انا مش عايز افتح لوحدي. مش عايز افتح لوحدي. تقول لك بعد شويه انا مش عايزه افتح لوحدي. طب هتعملي ايه؟ تقول لك معلش انا همشي كده، همشي كده، همشي كده، همشي كده. بعدين اروح اتحد معاهم هم كمان. اروح اتحد معاهم هم كمان. واسيب فرع صغير كده. مش انا من شويه كنت قلت لك الفرع الصغير ده اللي اسمه ايه؟ من شويه قلت لك الفرع الصغير ده اللي اسمه ايه؟ اكسسوري، صح كده؟ اكسسوري. والفرع الاساسي كده. سموهم مسميات كده عشان بس الناس اللي داخله امتحانات. سموا المين بنكرياتيك دكت فيرزينج دكت. المين بنكرياتيك دكت اللي هي دي سموها فيرزينج
والاكسسوري ديت سموها سانتوريني، سانتوريني اللي هي كانت بتاعت الدورسال كان اسمها سانتوريني اصلا، اللي هي فتحت في ماينور بابيلا. الاكسسوري يبقى افتكر اكسسوري اللي فيها اس، سانتوريني اللي فيها اس، تمام، بتاعت الدورسال اللي فيه اس. تاني كده، الاكسسوري اللي فيها اس اللي فاتحه في السمول بابيلا، بلاش تحفظها ماينور بابيلا، احفظها سمول بابيلا. يبقى اللي فاتحه في السمول بابيلا اسمها سانتوريني، كانت بتاعه الدورسال، ماشي، اللي هي بقت اكسسوري بعد كده. اللي فاتحه في الميجور بابيلا اللي هي الميجور بابيلا اللي هي بتاعه الفنترال، اللي هي فيرزنج، اللي هي بتاعه الفيرتر الفنترال. تمام، حد مش فاهم؟ بص على الصوره كده شويه وشوف، قول لي انت فاهم ولا مش فاهم. بص على الصوره كده شويه وقول لي انت فاهم ولا مش فاهم. تمام كده، تمام. طيب الله المستعان، دي كان ليها دكت، الدورسال كان ليها دكت، كان اسمها ايه الدكت بتاعتها؟ الناس بقى تقول معايا، كان اسمها ايه الدكت بتاعتها؟ بتاعت الدورسال كان اسمها ايه؟ اللي فيها اس، كان اسمها ايه؟ سانتوريني، احفظها الاول، سانتوريني، سانتوريني. بتاعت الفنترال كان اسمها فيرزنج، اللي فاتح معاها كومبايل دكت. بتاعت الفنترال عدت الناحيه الثانيه ولسه معاها كومبايل دكت، فتحت في الميجور بابيلا. انما السانتوريني فتحت في السمول بابيلا، سانتوريني فتحت في السمول بتاعت الدورسال. السانتوريني اللي فتحت في السمول بتاعت الدورسال هتقول لك لا، ده الكومن بايل دكت والفنترال فاتحين مع بعض، مش هسيبهم، تروح تتحد مع الفنترال. يبقى دي كلها اسمها فيرزنج، فيرزنج بالدبليو هي الفنترال، هي بتروح مع الفنترال، هي اللي بتفتح في الميجور او الفيري بيج الفيري سايزابل بابيلا. انما الماينور بتاعت هتسمى كده تفتح في السانتورين. طيب الكلام ده كله هيفيدنا في شويه تشخيص امراض بعد كده. طيب تاني، شوف تاني، ادي الدورسال اللي كان اسمها زمان سانتوريني، اللي كان اسمها سانتوريني، وكانت بتفتح في الماينور. مجرد ما راحت التحمت، مجرد ما راحت التحمت مع الفنترال خدت اسم الفنترال، خدت اسم الفنترال، مجرد ما ارتحلت معاه بقى اسمها فيرزنج. والجزء منها اللي فضل مصمم على رايه وفتح في الماينور بابيلا اسمه اكسسوري او سانتوريني. الجزء منها اللي صمم على رايه وفضل فاتح في الاكسسوري او في السمول بابيلا بقى اسمه سانتوريني، وهي اسمها اتغير من سانتوريني بقى اسمها فيرزنج، فتحت في الميجور بابيلا. تمام؟ طيب اتمنى بس الحته دي، انا عارف انها صعبه شويه بس يعني ايه، لا احنا بدانا نخش في ليفل حلو في الامبريولوجي شويه، هيفرق معانا بعد شويه. اتمنى، هي حته صعبه ورخمه وسخيفه بس بعد شويه هتفهم معايا. بص يا شباب، بص يا منار، خليكي معايا يا منار، خليكي معايا وجاوبي معايا يا منار. هو زمان، منار خليكي معايا وجاوبي معايا، زمان كان البنكرياس مكون من كام دكت؟ كان مكون من كام دكت زمان؟ ايوه، خلينا نمشي مع بعض واحده واحده. ادي الديودينم، ادي الديودينم، كان مكون من تو دكت، الاثنين جم هنا، واحده فنترال وتحت، واحده دورسال وفوق، صح كده؟ الدورسال كانت بتفتح، الدورسال كانت بتفتح في الديودينم بحاجه اسمها ايه؟ كانت بتفتح في الديودينم بحاجه اسمها ايه؟ الدورسال كانت بتفتح سانتوريني، صح كده؟ سانتوريني، سانتوريني بتفتح في الميجور ولا في الماينور بابيلا؟ سانتوريني تفتح في الميجور ولا في الماينور بابيلا؟ في الماينور، في السمول بابيلا، في السمول، السانتوريني في السمول بتاعت الدورسال، بتاعت الدورسال، صح كده؟ والفنترال كانت بتفتح في الفيري سايزابل بابيلا اللي اسمها ميجور بابيلا، صح؟ كان اسمها ايه اللي تحت دي؟ الفنترال كان اسمها ايه؟ فيرزنج، فيرزنج، مش كده؟ طيب حلو، راحت اتحد معاها، كان بتفتح لوحدها ولا لازق معاها حد؟ كان بتفتح لوحدها ولا كان لازق معاها حد؟ الكومن بايل دكت، ممتاز، الكومن بايل دكت،
مين اللي هتغير منهم وتقول لهم انا عايز افتح معاكم؟ مين اللي هتغير منهم وتقول لهم انا عايز افتح معاكم؟ السانتوريني، هتقول لهم ما تسيبونيش لوحدي لو سمحت. تقوم ايه قايله لا انا رايح افتح معاكم. يا سنتوريني خلي عندك مبدا. لا انا ما عنديش مبدا، انا ما عنديش مبدا. تقوم جايه السانتوريني ماشيه كده ماشيه كده، وتروح تتحد مع الفنترال وتقول لك انا هخلي اسمي كله بعد كده فيرزينج، مش هبقى اسمي سنتوريني، مش هبقى اسمي سنتوريني. بس هل كل السنتوريني ولا في شويه اعترضوا؟ ولا في شويه اعترضوا؟ ولا في شويه اعترضوا؟ في شويه اعترضوا اللي هم قالوا لا احنا هنفضل اسمنا سنتوريني، سنتوريني بس عشان احنا اعترضنا سمونا اكسسوري وخلونا نفتح في الماينور بابل. لكن اللي ما اعترضوش بقى كلهم اسمهم ميجور، بيفتح في ميجور اسمهم فيرزن. كده اتفهمت؟ كده اتفهمت؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ ممتاز. الحته دي اصعب حته في المحاضره، الحته دي حرفيا اصعب حته في المحاضره، دي اصعب حته في المحاضره. خلاص كل اللي باقي بعد كده سهل، كل اللي باقي بعد كده سهل ان شاء الله. هل احنا بنشوف البنكرياتيك دكت في الطبيعي بنشوفها بصعوبه قوي الا لو معاك جهاز حلو قوي؟ الا لو معاك جهاز حلو قوي بتشوف حته بتاع كده ماشيه في وسط البنكرياس كده، ماشيه في وسط البنكرياس كده. بس في الحقيقه دي صعبه شويه، في الحقيقه دي صعبه شويه. طيب ممكن لو عملت زومنج قوي كده او العيان كبير في السن شويه تبدا تشوفها، تبدا تشوفها. بس نقطه غايه في الاهميه، نقطة غاية في الأهمية، لازم تبقى في نص البنكرياس، لازم تبقى في نص البنكرياس، في نصه دي لازم تبقى في نصه، لازم يبقى تحتها بنكريات التيشو وفيها بنكريات التيشو. تمام كده؟ تاني بص كده، أدي جزء من البنكرياس اللي هو البادي والتيل أهو، وأدي البنكرياتك ضغط أهي، في جزء بنكرياس تحتيها وجزء بنكرياس فوقيها، فدي بنكرياتك دكت اللي انا عملت لها زومنج قوي دي، الخطين اللي جنب بعض دول. احنا البنكرياس قلنا نحفظ مقاس كام؟ البنكرياس قلنا نحفظ رقم كام وبندندن حواليه؟ قلنا نحفظ رقم كام وندندن حواليه؟ ثلاثة. البنكرياتك هيد ممكن نزود الموضوع، البنكرياتك هيد ممكن نزود الموضوع لتلاتة ونص، والبنكرياتك نيك ممكن نزود نقلل الموضوع لاتنين ونص، بس احنا بندور حوالين تلاتة. البنكرياتك دكت هندور حوالين رقم كام؟ تلاتة برضو، بس تلاتة ملي، تلاتة ملي. وبرضو ممكن لو العيان كبير في السن شوية أو لسه واكل أطلع لأربعة ملي، لو أصغر شوية ممكن أنزل اتنين ملي. برضو بندور حوالين الرقم تلاتة، برضو بندور حوالين الرقم تلاتة. تاني ساعات بتبقى لو معاك جهاز حلو قوي كده تلاقيها لامعه قوي كده. ادي الكونفرنس، يبقى ده البادي الانسرنج بروسيس الهيد النك، وادي البادي والتيل، وهي البتاعه دي هي البنكرياتيك دكت دي. طيب تاني بص كده، هنا البنكرياتيك دكت انت حاسس هنا شكلها طبيعي ولا شكلها في حاجه؟ شكلها طبيعي ولا شكلها بروميننت شويه او واضحه قوي؟ شكلها دايليتد شويه صح كده؟ البنكرياتيك دكت دي شكلها مش طبيعي، ده بنكرياس وبنكرياتيك دكت هنشرحها بالتفصيل كمان شويه. نشرحها بالتفصيل كمان شويه. طيب ايه رايك البنكرياتيك دي دكت دي شكلها طبيعي ولا شكلها بروميننت؟ شكلها طبيعي ولا بروميننت؟ ايه رايك؟ دايليتد بروميننت. جه واحد قال لي طب استنى سؤال يا دكتور عمرو، هي دي اصلا البنكرياتيك دكت ولا دي مش البنكرياتيك دكت؟ لاحظ كده معايا حاجه، ده كونفرنس، ده الانسن بروسيس هيد بادي تيل، ده دي حاجه من بره البنكرياس. ايه دي يا دكتور عمرو؟ ده الوول بتاع اخر الاستومك، الوول بتاع اخر الاستومك. طب ممكن يلخبطني يا دكتور عمرو، ده ممكن يلخبطني، شبه بنكرياتيك دكت قوي،
شبه البنكرياتيك ده، انا افتكرت ان ده جزء من البنكرياس وده جزء من البنكرياس وان دي بنكرياتيك داكت، صح كده؟ انا افتكرت كده، افتكرت ان ده كل البنكرياس ودي البنكرياتيك داكت جواه. انت حضرتك دلوقتي بتقول لا، ده كده، ده كده الوول بتاع الاستومك، وده كده بقيه الاستومك، وده البنكرياس. افرق بينهم ازاي؟ افرق بينهم ازاي؟ ممتاز يا منار، ممتاز ممتاز. بصوا يا شباب، قبل ما تقول العيان، قبل ما تقول العيان عندك بنكرياتيك داكت دايلاتيشن، حتما ولا بد تشربوا ميه، حتما ولا بد تشربوا ميه، وتتاكد ان دي البنكرياتيك داكت. مش اي حاجه تشوفها تبقى بنكرياتيك داكت، مش اي حاجه تشوفها تبقى بنكرياتيك داكت. شربتوا ميه طلعت ايه؟ شربتوا ميه طلعت ايه؟ طلع البنكرياس اهو، ودي استومك عادي خالص، مفيش اي حاجه، والبنكرياتيك داكت مش باينه اصلا. يبقى نصيحه قبل ما تقول لحد ان دي بنكرياتيك داكت، قبل ما تقول على حاجه ان دي بنكرياتيك داكت، اتاكد ان اللي فوقيها واللي تحتيها بنكرياس، اتاكد ان اللي فوقيها واللي تحتيها بنكرياس. طيب تعال نبص عليها بصه كده، بصه كده بالسي تي، عشان نبقى عارفين احنا بنشوف ايه بالسي تي برضه، عشان نشوف احنا بنشوف ايه بالسي تي برضه. تعال بص كده، بص كده، تعال نشوف نفس اللي احنا كنا بنشوفه. ده السباين، ده السباين، اورطه، اي في سي، كيدني، كيدني. احنا كده في انهي فيز؟ ارتيريال ولا فينس ولا ديليد؟ احنا كده في انهي فيز؟ ارتيريال، او زي ما بصينا على الكيدني، كورتيكو ميدالري، كورتيكو ميدالري فيز. حلو قوي. وبعدين ادي السوبيريو ميزنتريك ارتري، سوبيريو ميزنتريك فين، وادي البنكرياتيك داكت، وادي البنكرياتيك داكت اهي، وادي البنكرياس اهو بالكوما شيب بتاعته، بالكوما شيب بتاعته. ممتاز، انت كده بدات حتى تبص على منظره بالسي تي. تاني، ادي السبلينك فين اللي ماشي بالعرض، ده السبلينك فين، وادي البنكرياتيك تيشو، وادي البنكرياتيك تيشو، وادي البنكرياتيك داكت. رفيعه قوي ومقفوله كده وشكلها حلو، ده كده حاجه نورمال مفيش اي حاجه. ركز معايا بقى، احنا حتى الان شرحنا الهيد بتاعت البنكرياس، الهيد بتاعت البنكرياس مين اللي بيمشي فيها؟ مين الدكت اللي بتمشي جوه الهيد بتاع البنكرياس؟ في دكت كده بتمشي جوه الهيد بتاعت البنكرياس، مين هي؟ الكومن بايل دكت، الكومن بايل دكت بتمشي جوه الهيد بتاعت البنكرياس عشان تلتقط مين؟ عشان تلتقي بالبنكرياتيك دكت. حلوة حلوة. طيب هل هي بتمشي لوحدها؟ يعني انا دلوقتي لو لقيت دكت هنا كده، دكت هنا هنا في الهيد بتاعت البنكرياس، هقول دي احتمال تبقى الكومن بايل دكت دايليتد، دايليتد، تمام؟ لو لقيت دكت هنا. بس هل هي بتمشي لوحدها ولا في حاجه ثانيه بتمشي في الهيد بتاعت البنكرياس؟ هل هي بتمشي لوحدها ولا في حاجه تاني؟ تعال نبص كده للاناتومي. لقوا برانش كده بينزل، لقوا برانش بينزل من الهيباتيك ارتري، برانش كده بينزل يمشي جنب الديودينم، اسمه بنكرياتيكو ديودينال ارتري، اسمه بنكرياتيكو ديودينال، عشان ده بنكرياس وده الديودينم، فاسمه بنكرياتيكو ديودينال ارتري. يبقى لقوا جنب من الهيباتيك ارتري في برانش بيمشي، او في تو تيوب بيمشوا كده، عندي تو تيوب بيمشوا في الهيد بتاعت البنكرياس، الكومن بايل داكت والبنكرياتيكو ديودينال ارتري، الاثنين بيمشوا بالطول كده، الاثنين بيمشوا بالطول في الهيد بتاعت البنكرياس. طيب حلو، يبقى ساعات الاقي جوه البنكرياتيك هيد والنك كده دايرتين، ادي دايره وادي دايره، واحده منهم الكومن بايل داكت والثانيه الجاسترو ديوجينال ارتري. افرق بينهم ازاي؟ اعرف مين فيهم الارتري ومين فيهم الداكت ازاي؟ ممتاز، شغل كلر دوبلر بكل بساطه، اشغل كلر دوبلر
احط كالر دوبلر الاقي البنكرياتيك وديدين الارتري بياخد دوبلر، والاقي الكومن بايل داكت ما بتاخدش دوبلر. موضوع بقمه السهوله، بقمه السهوله. طيب تاني، ساعات الاقي تو بروميننت ستراكشر انسايد البنكرياتيك هيد، ادي واحد وادي اثنين، واحد فيهم ارتري وواحد فيهم جاسترو بنكرياتيكو ديودينال او جاسترو ديودينال او بنكرياتيكو ديودينال ارتري. هنا كان عندي حاجه دايليتد حطيت عليها كلر، لقيتها خدت كلر، يبقى ده مين اللي في الهيد بتاعت البنكرياس؟ مين اللي بياخد كلر في الهيد بتاعت البنكرياس؟ الارض بنكرياتيكو ديودين الارض. طيب في زميلتنا بتسال، هو الكلام ده بالتفصيل ده، الكلام ده بالتفصيل ده بيبان في كل العيانين؟ لا، ابقى كذاب لو قلت لك بيبان في كل العيانين، بس لازم حضرتك لما تشوف حاجه في العيان تبقى عارف ايه هي. يعني لو لقيت عيان عنده سيستك ستراكشر كده في الهيد، ما اقولش عليها سيست، ما اقولش عليها كومن بايل داكت، ممكن ابص شويه ماشي، وايه ممكن ابص شويه الاقيها ارتري، بعرف انهي ارتري ازس. طيب البنكرياس، البنكرياس كل ما العيان بيكبر في السن، كل ما العيان بيكبر في السن البنكرياس بيبدا يتحط عليه ترسبات دهون زي الكبد، دهون زي الكبد كده، فبنسميه فاتي بنكرياس، فاتي بنكرياس. يبقى كل ما العيان بيكبر في السن البنكرياس بيتملي دهون زي الكبد. طيب او طبعا كل ما العيان يتخن، او كل ما العيان يتخن. سين سؤال، ماذا لو لقيت بنكرياس مليان دهون في طفل صغير؟ ماذا لو لقيت بنكرياس مليان دهون في طفل صغير؟ اخاف ولا ما اخافش؟ نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال ولا اب نورمال؟ طيب حد عارف، حد عارف ايه الديزيز، ايه الديزيز اللي بيرسب دهون في طفل في البنكرياس بتاع طفل؟ حد عارف ايه الديزيز؟ لا مش الديابيتس، دعاء قالت او بس عايزك تقوليها بشكل واضح. دعاء؟ لا مش الكوشنج. لا ممتاز، ممتاز يا فرح، ممتاز ممتاز. سيستيك فايبروزيس، سيستيك فايبروزيس، ممتاز يا ليندا، سيستيك فايبروزيس، ممتاز ممتاز دعاء. سيستيك فايبروزيس لما الاقي طفل كده في ديزيز اسمه سيستيك فايبروزيس افكر فيه، بس خلينا في الكبار. طيب تعالى اسالك سؤال تاني، اللي انا شايفه دي البنكرياتيك ضغط صح ولا غلط؟ دي البنكرياتيك ضغط صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ممتاز، غلط. البنكرياتيك ضغط غالبا بتمشي في منتصف البنكرياس، في منتصفه، لكن اللي على جنب دي، دي غالبا وول بتاع ال. حاجه ثانيه، البنكرياس يتملي دهون يبقى لونه ابيض مع العيان لما يكبر في السن، مع كبر العيان في السن او مع تخن العيان قوي، مش مقبوله في الاطفال. ثاني، لو لقيت كبد او سوري بنكرياس مليان دهون في طفل، بفكر في حاجه اسمها سيستيك فايبروزيس، بفكر في حاجه اسمها سيستيك فايبروس. طيب تاني، اللي قدام، اللي قدام البنكرياس على طول دي الاستومك، وبعدين البنكرياس لو في كرونيك ايه، وبعدين البنكرياس، وبعدين سبلينيك فين، سبلينيك ميزنتريك، رينال فين، اورطة. الحاجات دي كلها لازم حضرتك تبقى حافظها صم، لازم تبقى حافظها صم. عايز اوريك شكل البنكرياس النورمال عامل ازاي. شكل البنكرياس النورمال في شكله لو بصيت على اي تيشو كده جواه هتلاقيه قريب من شكل الليفر كده، قريب من شكل التيشو بتاعه الليفر، ومختلفه عن الميزنتريك فات، مختلفه عن الميزنتريك فات اللي لونها غامق، مختلفه. تمام، ده في السيتي كده برضه عشان تبقى عارف شكله بالسيتي. تاني، البنكرياس كده الليفر فيه شويه دهون، الليفر ده فيه شويه دهون، والبنكرياس ده برضه فيه شويه دهون، لكن مختلفة تماما عن الميزنتريك فات، مختلفة عن الميزنتريك فات. ايه رأيك في البنكرياس ده اللي تحت الاستومك بالظبط؟ هو فين البنكرياس اصلا يا دكتور؟ هنا في الصورة دي رقم واحد، حد شايف بنكرياس اصلا؟
حد شارب بنكرياس او حتى في الصوره رقم 2، في السونار زي الكبد او في الصوره رقم 2، حد شاف بنكرياس اصلا؟ البنكرياس متشاف بصعوبه، متشاف لانه بقى زي الميزنتريك فات بالظبط. طب انا عرفت منين ان ده البنكرياس؟ عرفت منين ان ده البنكرياس؟ ايه اللي خلاني عرفت ان ده البنكرياس؟ ممتاز. اهم حاجه على الاطلاق حاجتين، انه واقع ما بين الاستومك من قدام والسوبيريور ميزنتريك فين من ورا. انا عرفت مكانه من هو واقع بين الاستومك من قدام والسبلينك فين من ورا. وانس ان انا عرفت المنظر ده، شفت المنظر ده، عرفت ان ده بنكرياس. بس بنكرياس حصل فيه ايه؟ totally replaced by fat. totally replaced by fat. فاتي ريبليسمنت او فاتي تشينج البنكرياس. بس هنا الموضوع بقى اصعب اكتر، وبرده في شويه تيسي، بس الموضوع بقى اصعب اكتر هنا. هنا انت تكاد تكون مش عارف تحدد له معالم خالص، تكاد تكون مش عارف تحدد له معالم خالص. ده فاتي ريبليسمنت اوف بنكرياس. طيب الاناتومي، حد عنده فيه اي مشكله؟ حد عنده فيه اي مشكله في الاناتومي؟ الاناتومي طلع شق تقيل، وهو تقريبا تلت المحاضره اناتومي، تلت المحاضره اناتومي، وخدنا فيها جزء مهم قوي عشان لازم تبقى عارفه. حد عنده اي مشكله ولا نكمل؟ حد عنده اي مشكله ولا نكمل؟ نكمل على بركه الله. نكمل، نكمل على بركه الله. الجزء او حرف الايه، تعال بس اسالك سؤال كده شويه، حد فاكر حروف المحاضره ايه؟ حد فاكر حروف المحاضره ايه؟ حد فاكر حروف المحاضره؟ A B C D E F. حلو. ايه شرحنا فيها ال، ايه شرحنا فيها ال؟ اناتومي. B هنتكلم على ال، بلانت تروما او بنتريتنج تروما زي ما انت عايز. سي هنتكلم على ال كونجينيتال انوماليز، كونجينيتال انوماليز. دي هنتكلم على ال دايليتيشن للبنكرياتيك داكت، تتصرف معاها ازاي. اي بنتكلم على ال انلارجد بنكرياس، اللي هو بنشخص دي اسمه بنكرياتايتس، هنتكلم معاها ازاي. اف هنتكلم على ال فوكال ليجن في البنكرياس. احنا شرحنا ايه دلوقتي؟ الاناتومي، الاناتومي. ندخل على الجزء الثاني من المحاضره، البلانت تروما، وده سهل جدا جدا جدا. لما يجي حاله تروما، حاله تروما، اي شكل غريب في البنكرياس، انا مش عايزك تحدد لي نوعه ايه، مش عايزك تحدد لي نوعه ايه. بمعنى في الحاله دي البنكرياس اهو، تعال نشوف احنا فين. ادي الانسولين بروسيس، الهيد، البادي جه وقف هنا، وبعدين كمل كده بقيه البادي والتيل. ايه اللي حصل؟ البنكرياس اتقطع تماما. هنسمي دي ايه؟ هنسمي دي بنكرياتيك انجري فور سي تي ويز اي في كونترست. العيان يجري يعمل سي تي. طالما البنكرياس اتقطع العيان لازم يجري يعمل سي تي. ايا كان شكل القطع ايه؟ رحنا عملنا سي تي، تعال نشوف السونار شاف ايه والسي تي شاف ايه. ادي انسر بروسيس، هيد بقيه البادي، بدايه البادي، وادي بقيه البادي والتيل. فين هنا؟ اهو هانسن بروسيس هيد، بدايه البادي، البنكرياتيك بادي. يبقى السونار ورانا نفس السي تي ولا لا؟ ايه رايك؟ السونار ورانا نفس شكل السي تي ولا لا؟ السونار ورانا نفس الشكل ونفس الدياجنوزيس بالظبط. حلو. تعال نشوف هنا، هنا البنكرياس برضو اتقطع وبدا الانزيمز بتاعته تقع، فبدأت تعمل لي حاجة اسمها بنكرياتيك سيست. بنكرياتيك سيست. حضرتك مالكش دعوة، حضرتك البنكرياس لقيت فيه أي منظر غريب بعد تروما لازم تعمل له سي تي وسكونترست. بنكرياس لقيت فيه أي منظر غريب، تعالى يعني إيه منظر غريب؟ تعالى بص الحالة دي. أدي الأنسولين بروسيس، هيد، نيك، بادي. بادي ماشي اتكسر، فرجعنا نقول هو ايه اللي مكسور هنا، ولقينا في فات كده انكريز فات ايكوجينيستي في الحته دي،
انكريس فات اوبورتيونست في الحته دي، ففكرنا في ان هو في انجري، خصوصا ان احنا عندنا حادثه، خصوصا ان احنا عندنا حادثه سبيشالي حوادث العربيه، سبيشالي حوادث العربيه، عشان بيبقى العيان، عشان بيبقى العيان حاطط حزام قدامه والحزام ده بيخبط فيه، حاطط حزام او لابس حزام والحزام ده بيخبط فيه في مكان البنكرياس بالظبط، او واحد خد سكينه، واحد اتضرب بسكينه في وسط بطنه بالظبط، او واحد واخد بوكس في تمرين رياضي، واحد بيلعب كاراتيه او تايكوندو او كده، وحد اداله بالظبط او ملاكمه واداله بوكس في بطنه بالظبط. طيب يبقى اي ديفكت جوه البنكرياس بنتكلم ان هو في اي حاله تروما، بص على البنكرياس كويس، حاول تبين العيان يمين وشمال، لو لقيت اي كونتور ابنورماليتي، اي كونتور ابنورماليتي على طول اودي. يعني ايه الفرق بين بنكرياتيك انزيمز كولكشن؟ جايه 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 قدام شويه. لو كولكشن او استومك، لا الاستومك هتلاقي فيها بريستاليسيس، الاستومك هتلاقي فيها بريستاليسيس، وهتلاقيها واصله بالديودينم، يعني انت لو وصلتيها هتلاقي واصله بالديودينم هنا، واصله كده بيها، دي هتلاقيها لا حاجه لوحدها كده على جنب، ملهاش دعوه خالص، ملهاش دعوه خالص، مش هتتلخبطي فيها باي حال من الاحوال، ما تخافيش. طيب هناخد الكونجنتال انوماليز، هناخد الكونجنتال انوماليز وبعدين نريح شويه، هناخد الكونجنتال انوماليز بعدين نريح شويه. طيب احنا هناخد كام كونجنتال انوماليز؟ هناخد اربعه، بنكرياتيك دايفيزم، انيولار بنكرياس، اجينيسيس بنكرياس، بنكرياتيك لايبوماتوزيس. تمام كده، هناخد اربعه انوماليز ماشي وبعدين نريح شويه. بنكرياتيك دايفيزم، داي من كلمه داي، كلمه داي معناها ايه يا شباب؟ لما بتلاقي داي داي كوريونيك او مثلا باي كورنيك، داي او باي بتقول لنا ايه في الاشعه؟ ان حاجه في اتنين، البنكرياس ده بقى جزئين، مش هو بنكرياس اصلا يا شباب جزئين؟ مش هو بنكرياس اصلا مكون من جزئين؟ فهي نفس القصه، كل جزء فضل فاتح لوحده، كل جزء فضل فاتح لوحده، كل جزء فضل واحد فاتح لوحده، ما التحموش مع بعض. يعني الدورسال فضل فاتح لوحده والفنترال فضل فاتح لوحده. طيب دي مش بعرفها، دي ما بعرفهاش ما بعرفهاش بالسونار، صعب انك حضرتك تعرفها بالسونار، بس تبان بالام ار مثلا، تبان بالام ار مثلا. طب انت حضرتك حطيتها ليه في المحاضره يا دكتور عمرو؟ يا اخي ما تبقاش يعني رخم، يعني عشان لو جات لك في الامتحانات تعرف تجاوب. ما انا مش لازم ابقى يعني وظيفتي ان انا اشرح لك سونار، بس لو بلاقي حاجه في طريقي تنجحك في الامتحان بقولها لك، يعني ما ترخمش عليا يعني، معلش معلش. هتقول يا دكتور عمرو اصل المحاضره تقيله ومش ناقصاك بصراحه، تقعد تقول لي بنكرياتيك دايفيزم المحاضره، احنا عمالين نسمع كلام غريب كده جديد، كلام كده غريب جديد، معلش. لو انت اتزنقت قوي ماسكت باي جازس والمحاضره كلها، ولا انت عايز تفتكر منها حاجه اصلا، ماسكت باي جازس بس. يعني انت عشان لو انت يعني داخل امتحانات سكند او حاجه، لو جاب لك فيلم زي ده، لو جاب لك فيلم زي ده، ادي الدورسال بنكرياس فاتح لوحده، فنترال بنكرياس، افتكر ان دول داي حاجتين، يبقى داي فيزم. تمام كده يا شباب، يبقى انا كده عندي حاجتين مهمش دعوه. طيب هي بتبقى صعبه شويه بالسي تي او حتى بالام، هي اسالهم بصراحه الام ار او ان احنا نحقن العيان سكند. نخش بقى على اللي حضرتك هتشوفه بالصناف، خش على الديزيز اللي حضرتك هتشوفه بالصناف، حاجة اسمها انيولر بنكرياس. انيولر بنكرياس، البنكرياس كان مكون من جزئين، جزء ناحية الرايت وجزء ناحية الليفت. بعد شوية مين اللي بيلف لأخوه؟ الرايت اللي بيلف للليفت ولا الليفت اللي بيلف للرايت؟ الرايت اللي بيلف للليفت. طيب حلو قوي، جه الرايت يلف ما عرفش يلف، اتقسم بقى عامل زي الهورس شو كدني كده، ولف حوالين الديودينم، لف حوالين الديودينم، بقى لافف حوالين الديودينم. طيب لما حضرتك تيجي تعمل سونار هنا، هتلاقي الديودينم بره البنكرياس ولا جوه البنكرياس؟ ايه رايك؟ هتلاقي الديودينم بره البنكرياتيك هيد ولا جوه البنكرياتيك هيد؟
جوه البنكرياتيك هيد. حضرتك عرفت سبب الديزيز اصلا ايه؟ ان الرايت سايد لما جه يلف ما عرفش يلف. الناس كده بدات تفهم الديزيز بتاعت البنكرياس. حد مش فاهم، حد كده بقى مبقاش متخيل ايه اللي حصل. مهم عندي جدا انك تبقى فاهم الموضوع من الاصل جه ازاي، تبقى فاهم الموضوع من الاصل جه ازاي. اه ده كان عندي حاجتين، حاجه يمين وحاجه شمال، جه اليمين يروح للشمال، جه اليمين يروح للشمال ما عرفش يروح، فحاوط حوالين الايه الديدنم. عشان كده لو تفتكر حضرتك هتلاقي حاجه غريبه جدا، تلاقي في الحاله دي الديودينم ماشي انسايد البنكرياس، الديودينم انجلفنج باي بنكرياس. طب انا عرفت منين ان اللي جوه ده اللي انا رسمه بالاصفر ده، عرفت منين ان هو ديودينم يا دكتور؟ انت عرفت منين ان هو ديودينم؟ ايه اللي يعرفني ان ده ديودينم اصلا؟ ممتاز. الجازز ايه تاني؟ البريستاليسيس ايه تاني؟ جاز او بريستاليسيس، او اشرب العيان ميه، صح كده؟ اشرب العيان ميه. وبعدين عندي قاعده كده لازم حضرتك تعرفها وتبقى فاكرها كويس. انا عندي ليفر، بعدين ديودينم، بعدين بنكرياس، مش العكس. عندي ليفر، بعدين ديودينم، بعدين بنكرياس. هوريك دلوقتي. بص كده، ليفر تيشو اهو، ادي الليفر. بعدين ديودينم في اير، بعدين بنكرياس. الترتيب ده ترتيب صحيح ولا لا؟ ترتيب صحيح. هنا ليفر، بنكرياتيك تيشو، بعدين ديودينم. هنا ترتيب مش صحيح. يبقى انا لما بشوف الديودينم اللي فيها اير زي دي، او فيها جاز، او فيها بريستاليسيس، لو لقيتها انسايد البنكرياس، ساعتها بفكر في الديزيز ده اللي اسمه انيولار بنكرياس. حد شخص الحاله دي قبل كده؟ حد شاف الحاله دي قبل كده؟ سونار، الترا ساوند، ام اس تي ولا ام ار؟ محدش ولا واحد؟ ما بتجيش ولا ايه؟ ماشي، ادينا عرفناها ونبقى نشخصها ان شاء الله في القريب العاجل مع بعض. تاني، انا عندي البنكرياس اهو، وحاجه بره خالص، ده الطبيعي، ده نورمال. انما حاجه انسايد البنكرياس ده نوت نورمال. تاني وتالت ورابع، هنا البنكرياتيك هيد ما فيهاش حاجه اهو، ادي الكوما شيب بتاعه البنكرياس. هنا جيت اعمل الكوما شيب، لقيت البنكرياس في جواه جزء مقفول كده، في بريستاليس انجلفنج بنكرياس، انجلفنج ديودينم، اسمه انيولار بنكرياس. طيب سؤال، هو العيان ده ايه مشكلته؟ ايه رايك العيان ده، هل يبقى عنده مشكله ولا لا؟ العيان ده ممكن يبقى عنده مشكله ولا لا؟ ايه رايك؟ ممكن يبقى عنده مشكله ولا لا؟ عنده مشكله ان يجي ياكل الاكل يلاقي حاجه هنا مضيقه الموضوع. ديودينم عايز يوسع ما يعرفش يوسع، ديودينم عايز يوسع ما يعرفش يوسع. طيب يبقى تاني وتالت ورابع، اما تلاقي بص هنا مثلا حاله زي دي، ادي البنكرياتيك تيشو فيها اير انسايد، البنكرياتيك تيشو اهي فيها اير انسايد جوه البنكرياس، يبقى دي حاله اسمها انيولار بنكرياس. طيب احنا قلنا حاجتين دلوقتي، حاجه اسمها داي يعني حاجتين، اللي فيها كل بنكرياتيك داكت بتفتح لوحدها في الديودينم، الدو بتاعه الدورسال وبتاعه الفنترال، وحاله ثانيه اسمها انيولار بنكرياس، اللي الديودينم هنا وعندي جزء من البنكرياس الناحيه دي وجزء من البنكرياس الناحيه الثانيه. حد مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي يا شباب؟ حد واقف معاه اي حاجه؟ طيب نخش على اللي بعديها. الانيولار بنكرياس بيبدا بدري قوي، بتشوفه بدري قوي في الطفل، الاطفال حتى كمان تبدا تشوفه من سن صغير. طيب حاجه اسمها اجينيسيس او هايبوبليزيا او بنكرياس، يعني جزء من البنكرياس ما اتكونش. بص كده الحاله دي صعبه بصراحه وعايزه تركيز قوي. ادي السبلينيك فين اهو حلو، وادي السبلينيك فين اهو حلو.
هنا لقيت عندي في دور انسن بروسيس هيد بادي وتيل، تمام ده نورمال. هنا انسن بروسيس هيد ومفيش بادي ولا تيل، يبقى هنا مين اللي ما اتكونش؟ هنا مين اللي ما اتكونش يا شباب؟ هنا مين اللي ما اتكونش؟ ممتازه بايبن، ممتازه ليان، ممتازه يا منار. الدورسال، الدورسال بنكرياس اللي كان بيفتح فين؟ الدورسال بنكرياس كان بيفتح فين يا شباب؟ الدورسال بنكرياس كان بيفتح فين؟ في الماينور اللي في السانتوريني، اللي كان بيفتح في الماينور بابيلا. كل ده ما اتكونش، كل ده ما اتكونش. بص كده الحاله دي تاني، ادي بنكرياتك تيش اهو زي الفل وجميل. بنكرياتك تيش اهو 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 وقف هنا، مفيش اي حاجه تانية، مفيش اي حاجه تانية. مال الاستومك، الاستومك وول اهو، وادي السبلينك فين، مش شايف اي حاجه، مش شايف اي حاجه. اللي فوق السبلينك فين ده جزء من البادي والميزنتري، في حاجه هنا اسمها سمول ميزنتري لو تفتكروا، او سمول اومنتم، سمول اومنتم. وادي 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 الايه البنكرياتيك الاستومك وول، يبقى دي اسمها اجينيسيس للبنكرياس، غالبا بتبقى بارشال اجينيسيس، وغالبا اللي بيروح اللي ما بتشوفوش البادي والتيل، غالبا اللي ما بتشوفوش البادي والتيل. هوريك تاني، ادي الهيد بتاعت البنكرياس وادي البادي والتيل. حلو، تعال نسال الدكتور احمد بيسال بيشتكي من ايه؟ تتوقع العيان ده يشتكي من ايه؟ الطفل ده يشتكي من ايه؟ ايوه ممتاز يا بايبن، ممتازه، ممتاز. طفل زي ده بيشتكي من دايبيتس، طفل زي ده بيشتكي من دايبيتس ميليتس، طفل زي ده بيشتكي من دايبيتس ميليتس. طيب حلو، رحنا عملنا له سي تي، رحنا عملنا له سي تي، لقينا البنكرياس بتاعه اهو، وبقيه البنكرياس مش متكون، بقيه البنكرياس مش متكون. نخش على اللي بعد كده، بنكرياتيك لايبوماتوزس. انا قلت لك انا عندي اربع انوميليز اشرحهم لك، اربع انوميليز. دايفيزم اللي فيها اثنين بيفتحوا لوحدهم، انيولر، افتكر ان انيولر يعني حاجه زي الانيولر كده بتلف حوالين الديودرم، وبعدين اجينيسيس اللي هي فيها جزء من البنكرياس ما اتكونش. بعد كده حاجه اسمها بنكرياتيك لايبوماتوزس، بنكرياتيك لايبوماتوزس يعني دهون اترسبت في البنكرياس، دهون اترسبت في البنكرياس. ايه اللي يرسب دهون في البنكرياس؟ كل الليسته اللي انت شايفها دي، لا اما جزء من سندروم، لا اما جزء من ديزيز، لا اما كرونيك بنكرياتيتس، كل الحاجات دي بتعمل ترسب دهون في البنكرياس. انا بس عايزك تعرف شكل البنكرياس ازاي من غير دهون وبدهون. ادي شكل البنكرياس الطبيعي اللي من غير دهون، لونه رمادي غامق شويه، بدهون لونه فاتح شويه اهو، لونه فاتح شويه، تمام كده. دي انيو دي كده فاتي بنكرياس. حلو، طيب تاني، ده كده منظر الفاتي بنكرياس، وده النورمال بنكرياس. تاني انا قلت لك ممكن اقبلها، ايوه، ما هي بنكرياتيك لايبوماتوزس تحصل في الاولد ايج اكسبتد، اكسبتد ان الاقي واحد كبير في السن عنده فات ودهون، انما واحد صغير في السن، واحد صغير في السن لا، هو بيقارن بنفسه، بيقارن بعينك، عينك بتتعود كده، عينك بتتعود يا فاطمه مع الوقت انك تفرقي بين البنكرياس اللي لونه عادي رمادي غامق ورمادي فاتح او ابيض، تمام؟ مع الوقت كده من غير ما تقارنيه بحاجه هتعرفيها. طيب طبعا السي تي وريتك شكله ابيض. نخش بقى على الحته التركه اللي انا عايز اشرحها لك، التركه اللي انا عايز اشرحها لك. فاكر الفاتي سبيرنج اللي في الليفر؟ فاكر الفاتي سبيرنج اللي في الليفر؟ فاكر الفاتي سبيرنج كنا بنعرفه بكام حاجه في الليفر؟ كنا بنعرفه بكام حاجه في الليفر؟ باربعة، باربعة، ممتازين ما شاء الله عليك. هنا هنعرفه بحاجتين فقط، هنا هنعرفه بحاجتين فقط. أول حاجة إنه غالبا بيجي في الأنسن بروسيس، تلاقي البنكرياس كله دهون ما عدا الأنسن بروسيس.
الحاجه الثانيه انها ما بتعملش كونتور بالج، ما بتكبرش الهيد، يعني لما تيجي تقيس الهيد زيها زي الطبيعي عادي خالص، زيها زي الطبيعي عادي خالص. يبقى تاني، انت لو شفت الحاله دي في الاول ممكن تقول لي يا دكتور انا طلعت فوكال ليجن في البنكرياس، فوكال ليجن في البنكرياس، بس حضرتك عارف ان ده واخده جزء من انسر بروسيس والبادي وقصدي والهيد، وبعدين مش عامله كونتور ابنورماليتي، مش عامله كونتور ابنورماليتي، ماشي؟ يبقى دي اسمها فاتي سبيرنج اوف بانكرياس. تمام؟ واحده من الحاجات اللي بتعمل غلطات كبيره جدا. واحده بتعمل الحاجات والحاجات الغلطات الكبيره جدا انك تشوف ده كومن، دي كومن قوي، دي كومن جدا. بس احنا اصلا ما بنشوفش البنكرياس يا منى، ما انت عارفه احنا ما بنشوفش البنكرياس اصلا، لكن هي من حيث الكومنستي بتاعتها هي كومن بصراحه. زي ما هي كومن، زي ما هي كومن في الليفر هي كومن في البنكرياس. تعال نشوف تاني، جالي عيان ادي حته في البنكرياس كده غامقه، حته في البنكرياس حته في البنكرياس لونها غامق شويه، اعرفها ازاي؟ اعرفها ازاي ان هي مش، اعرفها ازاي ان هي مش ليجن؟ اولا ان انا حاسس ان البنكرياس مرسوم عادي خالص، حاسس ان البنكرياس مرسوم عادي خالص. ثانيا مينلي انها منشنه على الانسر بروسيس، مني ان انا مقاس حتى لو هيتروجينس انها منشنه على الانسر بروسيس. ثاني وثالث ورابع وخامس، ادي البنكرياس، ادي الانسر بروسيس، وادي بقيه البنكرياس، في حته كده لونها غامق شويه، عادي جدا 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 ان انا اتوقع ان دي الانسر بروسيس سبيرنج. شوف تاني، شوف تاني، انا عمال ادي لك امثله كتير عشان تشوفها. ادي الانسر بروسيس الهيد، البادي التيل. طيب ايه اللي يخليني ما اشخصش ان دي فوكال ليجن؟ ايه اللي يخليني ما افكرش ان دي فوكال ليجن؟ بيشخص اللي يخليني ما اشخص، اولا موجودها في الانسر بروسيس، ثانيا ان هي هايبو ايكويك، هايبو ايكويك، وما فيش اي كونتور ابنورماليتي، ما فيش اي كونتور ابنورماليتي في ال. طيب البنكرياتيك ليجن مين اللي بتيجي فين يا شباب؟ البنكرياتيك ليجن مين اللي بتيجي فين؟ حد عارف؟ في البادي، في الهيد، في الهيد، سوري في الهيد. مين اللي بتيجي في الهيد؟ مش في الانسر بروسيس. مين اللي بتيجي في الهيد؟ مش في الانسر بروسيس. يبقى حته كده تبص على الموضوع، لقيت بصيت كده على البنكرياس، رسمته كده مع نفسي، لقيت لما رسمته شكله بنكرياس كويس، بس في الحته دي غامقه والحته دي نورمال، يبقى انا هشخص ان دي فات سبيرنج في الانسر بروسيس. عكسها طبعا ممكن يجي فوكال فات ديبوزيشن، بس دي قليله قوي، دي قليله قوي. هناخد بريك، الساعه دلوقتي 9 الا 10، هنرجع الساعه 9 وربع، هنرجع الساعة 9 وربع. اللي عايز أي سؤال يبعت لي على الخاص، اللي عايز أي سؤال يبعت لي على الخاص.